غادي ناخذوا حكيمه معنا من السمره. الو حكيمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك. الحمد لله بارك الله فيك، كل شيء على خير. مرحبا باوفيائنا في السمره اللي كنجيو لهم تحيه كبيره بزاف. الحمد لله. عندي واحد جوج اقتراحات. ايه تفضلي. عندي واحد الارز، الرز في الفرن. ايه واخا. عندنا اربعه البيضات. جوج معالق ديال النشا. ايه. زلافه ديال الرز. فاني. واحد فاني. ايه. معلقه ديال الزبده. ثلاثه المعالق ديال الزبيب. ايه. وشويه ديال الملح. ونسيترو ديال الحليب. ايه. كناخذوا البيض مع السكر مع الفاني والزبده وكنديروهم في الخلاط الكهربائي. ونزيدو معاهم النشا. ايه. وكنشدو داك الحليب وكنديروه يفيض. ونزيد ونشدو داك الزلافه ديال الرز وكنديروها تسلق. ومن بعد كنخلطوا الخليط الاول مع الثاني مع الحليب، كنخلطوا العناصر كامله، كنخلطوا داكشي اللي ضربنا البيض والنشا وسميتو وهذا والسكر والفاني والزبده. وكنزيدوا عليهم الحليب. وكناخذوا داك الزلافه ديال الرز اللي سلقنا حتى هي وكنضيفوها على الخليط. ايوا واخا. وكناخذوا واحد المول وكندهنوه بالزبده. وكنكبوا الخليط. ايه بطريقه معينه. وكندخلوه للفرن. واخا. كيجي ممتاز بالنسبه للدراري اللي ما تاكلوش الرز. الرز فعلا. كيجي في الفران كيجي ممتاز، كيجي زوين. ايه واخا. هذا بالنسبه للكراتان حلو. عندنا واحد الكراتان مالح. ايه. عندنا شي فلور، كيلو ديال شي فلور. ايه. كنشدوه كنسلقوه شويه ديال الكمون وورقه سيدنا موسى. وكنشدوا واحد ثلاثة ديال المطيشات محكوكين ولا أربعة، إلا أربعة المطيشات محكوكين. وكنشدوا شوية ديال الكفتة حتى هي كنشحروها. إيه. وكنشدوا داك سميتو شي فلور وكنحيدوه من الماء وكنصفيوه من الماء وكندهقوه شي شوية، كنمعكوه شي شوية. وكنشدوا ثاني المول وكنديروا داك الشي فلور، كنديروا شوية الشي فلور من التحت ونديرو ديك مطيشه والكفته من الفوق ونعاودو ثاني نديرو الشيفلور من الفوق طبقات على شكل طبقات. ايه. عاود نديرو ثاني الشيفلور من الفوق وكنشدو هذا البيشاميل، لاصوص بيشاميل، وكنخويوها من الفوق. ايه. ايوا كندخلوه للفرن. واخا. كيجي حتى هو كيجي زوين بالنسبه للدراري اللي ما كياكلوا الشيفلور، كيجي زوين ما كيبانش. ما كيبقاش يبان. اي كيتلتد. وعندنا واحد الحليوه سهله مقليه في الدار الى. اي تفضلي تفضلي حكيمه. اي عندنا واحد جوج بيضات. جوج البيضات. اي. ثلاثه المعالق ديال السكر. اي. كاس ديال الزبده. شويه ديال الملح. وقشره ديال برتقاله محكوكه. اي. وربعه ديال الدقيق. وربعه ديال الدقيق. ديال الدقيق. هذه حلوه مقليه، حلوه مقليه فيها جوج بيضات. أيه. وثلاثه المعالق ديال السكر. السنيد كبار ياك؟ اه كبار. وكاس ديال الزبده مذوبه. شويه ديال الملح. ايه. وقشره ديال الليمونه محكوكه. ايه. وربعه ديال الدقيق الفورس. وربعه ديال الدقيق. واخا. غادي نجمعوا هاد الخليط هكا. وإلا جانا شويه قاصح نزيدوا معلقه ولا جوج معالق ديال العصير الليمون. باش غادي تجمع؟ غادي نجمعوه غير ب نجمعوه غير بهاد العناصر هادي هكداك. لا ما لا والو. العناصر هادي واه. واخ. وغادي نشدو غادي نخليوها ترتاح واحد ربع ساعة تقريبا. ايه. ونطلقوها فوق الطاولة. ونقطعوها شرائح صغيرة بحال الشكل ديال مسطرة صغيرة. ايه ايه. وكنشدوها وكنديرو لها بحال العقدة، كنلويوها على يدينا ونديرو بحال العقدة بحال بابيون. وكتقلى في الزيت. ايه واخا. وكندرو عليها شويه ديال السكر كلاصي. يعني نقطعوها على شكل شرائط هكا ورقاق ونشكلوها اما على شكل بابيون كيف قلتي لنا. أيه. ولا كيف ما بغينا بحال بغينا نعقدوها. ايه واخا. ايه. وكنديروها تقلى وكنددرو عليها السكر كلاصي كتجي حتى هي زوينه. ايه واحد ينور شويه. الله يعطيك الصحه تبارك الله لك حكيمه، ما تغبرش علينا وشكرا لك بزاف. راني مستمعه وفيه، راه غير ظروف، كنتوفى الوالد وتوفى واحد الاخ ونعس في السبيطار وداك الشيء علاش انا. الله يشتد عليه الرحمات والله يجيب لك الشفاء. مرحبا بك في اي وقت، نتمنى ان تكوني دائمه على خير انت وكل المستمعات. نقول لكم الصحه والسلامه ان شاء الله لكم ولوليداتكم وكل افراد الاسره ديالكم.